ابقى معي سيد الكسندر. دكتور ناصر كان لافتا هنا ايضا تصريحات الجانب الاوكراني الحديث، يقول الوفد المكسب الاول لنا هو نقل المفاوضات من بيلاروسيا الى تركيا. ما هو هذا المكسب؟ بالتاكيد يعني بيلاروسيا هي جزء اساسي من هذا النزاع او الصراع. بيلاروسيا منذ اول لحظه وحتى قبل بدء الحرب اعلنت انحيازها للجانب الروسي، فكون اختيارها كمكان ثالث لم يكن له معنى اصلا، لانه هي جزء من طرفي النزاع. كما انه بالتاكيد لا يمكن ان تفكر اوكرانيا وتقول لك تعال امشي خلينا ننقل المحادثات الى واشنطن، لانه واشنطن هي ايضا مؤيده لاوكرانيا. اذا لابد من اختيار مكان محايد فعلا. تركيا فعلا استطاعت ان تثبت هذا الدور المحايد، هي لها علاقات ممتازه بالروس ولها علاقات ممتازه بالاوكرانيين، وهي تقف على مسافة واحدة حتى الآن، وموقفها محترم من قبل الطرفين، وبالتالي اختيارها أو اختيار أي بلد آخر محايد فعلا هو نقطة جوهرية يعني اضطرت لها أو قبلت بها روسيا بشكل أو بآخر للاعتراف بأنه هناك أطراف محايدة في هذه القضية، وبيلاروسيا ليست من هؤلاء الأطراف، فبالتالي هذا الاختيار كان منطقي. سيد زازفكين أيضا نفس